خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه ازيك اسامه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا كويس خالص. انا كنت عايزه اكلمك عن مشكلتي وكده. طب ما ليه خايفه تكلميني؟ انا نعم ليه خايفه تكلميني؟ انت بتقولي كنت خايفه اكلمك ولا كنت عايزه اكلمك؟ لا انا كنت عايزه اكلم حضرتك. انا تحت امرك اتفضلي. اتعرف بيكي طيب؟ هند. هند كام سنه؟ 25. مرتبطه هند؟ متجوزه. متجوزه بقالك قد ايه؟ انا متجوزه بقالي 7 سنين. اتجوزتي وانت صغيره يعني عندك 18 سنه؟ عندي 3 اولاد. ربنا يخليهم لك. اتجوزتي عن حب يا هند ولا جواز تقليدي؟ لا جواز تقليدي. ما حبيتيهوش حتى في ايام الخطوبه في اول ايام الجواز؟ حبيته ايام الخطوبه. وفي الجواز؟ لا يعني في الجواز حبيته يعني بس دلوقتي خلاص يعني ما بقاش في حب. ليه ما بقاش في حب يا هند؟ والله انا هو طبعا اول اتخطبت سنه. في السنه دي طبعا كنت بحبه جدا وكنا بنحب بعض جدا واتجوزته. فطبعا اول ما اتجوزت كانت في مشاكل بيني وبينه كده. اكتشفت ان هو واحد تاني خالص غير انا كنت اعرفه اصلا. ضرب وشتيمه واهانه كده يعني. ده اول ما اتجوزتي كده على طول؟ لا بعد ما اتجوزت تقريبا بسنه. ايه اللي خلاه يتحول لضرب وشتيمه يعني؟ ان هو بقى دخل في موضوع ان هو رب دقنه بقى وكده يعني والتزام ومش عارفه ايه وحاجات كده يعني. طب ما هو اللي يلتزم ويبقى بتاع ربنا ما يضربش وما يهنش وما يشتمش، ده المفروض. ده يبقى انسان كله سماحه وكله محبه وكله خير ويعني رفقا بالقوارير زي ما بيقولوا. والله يا اسامه ده المفروض. لقيته فعلا اتحول واحد تاني خالص يعني. بقى انسان يعني كاني معرفوش. وكان بيضربك ليه؟ يعني ايه السبب اللي خليه يضربك؟ والله بحاجات تافهه جدا يعني مثلا اي يعني مش عارفه يعني مثلا اي مشكله مثلا تحصل ما بينه وبينه بسبب مثلا مامته مثلا بسبب اخواته يعني خلافات دي يعني وكده. ده مثلا انا متجوزه في بيت عيله وكده. ومثلا انا كنت. طب هم اهله متشددين برضو كده كلهم ولا هو بس اللي المتشدد كده؟ هو بس المتشدد. فطبعا مامته برضو كانت بتسلطه دايما عليا وكده وكانت كمامته يعني مش كويسه خالص. بتفضل تسلطه عليا وكده وكان يتخانق معايا بسبب والدته وكده. فطبعا انا انفصلت عنهم وتعزلت وكده. المشاكل بقى ابتدت بينه وبينه فانا دلوقتي عند والدتي. فالمشكله بقى اللي حصلت يعني ان هو انا دخلت عليه فلقيته قاعد بيتكلم على النت وكده. فبقول له انت بساله انت بتكلم مين؟ قال لي انت مالكيش دعوه بيا. فطلعي بره. فقلت له انا مش هطلع بره لازم اعرف انت بتكلم مين. فهي انت مالكيش دعوه مش هتطلعي بره. فزقني فوقعني. ففجاه كده لقيته بقول له طب انت ازاي طب انت لما بتكلم واحده ثانيه ازاي انت طب طلقني طيب يعني. لقيتيه قاعد بيكلم واحدة يعني على الفيسبوك؟ هو مش ملتزم وبتاع ربنا؟ ملتزم بتاع ربنا بس متهيألي قدام الناس بس لكن قدام الناس يعني ان هو ملتزم وكده يعني ويعرف ربنا وجيجه قدام مامتي وقدام اهلي. يعني كرر لو كرر سوى زي ما بيقولوا. بس هو مش كده خالص. هو مش كده خالص. فجاي يا اسامه قلت له انا همشي وكده بس بالبيت ومش عايزه انا اعيش معاك تاني. فقال لي انت هتروحي بيت اهلك وكده وهم مش هيصدقوكي وانا هكذبك وقال لي انت كذابه. فقلت له لا هيصدقوني ان انت فعلا انسان مش كويس ان انت بتقعد بتكلم بنات وكده وتعرف حد غيري. فطبعا مسكني ضربني ضرب وحش جدا يعني تقريبا كسر عليا العصاية. وبوظ لي جسمي جدا وحتى فضل يضربني على عيني لحد يعني ما بوظت. عينك باظت ازاي؟ يعني راحت عينك؟ لا ما راحتش يعني ورمت. بتعافي منها دلوقتي يعني بقت جامد. فطبعا سبته للبيت ومشيت وجيت هنا عند مامتي وكده يعني الناس دخلوا خدوني منه بالعافيه. فطبعا سبت البيت ومشيت وجيت عند مامتي هنا وجي ورايا. فقعد طبعا يهددنا في البيت انت لو يقول لما بقول لها دي كدابه وما تصدقش في اي حاجه هتقولها لك عشان دي كدابه واي حاجه هتقوليها واي حاجه هتعملوها انا مش هسكت. ولو سمعت اي كلمه طلعت من البيت انا مش هسكت.
مش عايز اهم حاجه عنه ما يتقالش عليه حاجه، ما يتقالش عليه حاجه عشان طبعا الناس عارفين بره ان هو طبعا ان هو كويس و... وده شيخ ده انت فاهم كده يعني، فمش عايز حد يعرف حقيقته. فطبعا انا جيت هنا بقى لحد دلوقتي هنا اسبوعين، حتى معايا ما سالش على ولاده ولا ان اشوف ولادي او ان انا اسال عليهم حتى في التليفون ولا اي حاجه. بس فانا مش عارفه اعمل ايه يا اسامه، ودي مش اول مره يضربني فيها. ليكي اخوات رجاله؟ بس كلهم مسافرين مش موجودين، واحد في امريكا والتاني عايش في اسكندريه. طيب لو انت قعدتي عند بيت والدتك مين هيصرف عليك انت ولادك؟ ماما بتصرف عليا. ماما عندها الامكانيه انها تصرف عليكي؟ اه. ولادك قد ايه دخلوا مدارس وكده؟ في الحضانه لسه. عندي 5 سنين وعندي 3 سنين وعندي سنه. انت بتشتغلي؟ لا. خريج جامعه هند؟ معايا ثانوي عام. معاكي ثانوي عام؟ ما فكرتيش انك تكملي تعليمك تخشي جامعه مفتوحه تخشي اي حاجه بحيث يبقى ليك مستقبل في يوم من الايام تقدري تعتمدي على نفسك؟ والله يا اسامه انا بفكر، بس ان انا بفكر ان انا عايزه انفصل عنه يعني. هو مش انا ما قبل ما تنفصلي عنه لازم تحضري حياتك هتشوفيها هتبقى عامله ازاي. والله يا اسامه انا مش محضره اي حاجه يعني، انا في مشاكل كبيره ومش عارفه ان انا اعمل ايه. بصي طول ما انت عماله تفكري في المشكله وانت جواها مش هتعرفي تلاقي لها حل. اقعدي مع نفسك كده وطلعي نفسك بره المشكله. بس المشكله يا اسامه يعني مش اول مره يضربني، مش اول مره يضربني وكذا مره يضربني وضرب وحش جدا جدا. طيب يعني مفيش رجاله تقعد معاه؟ والله يا اسامه قعدنا معاه يعني، احنا بقى انا بقالي 7 سنين متجوزاه في مشاكل وضرب واهانه وشتيمه ومش منه بس يعني، لو منه لكن ده منه ومن اخواته. اخواته كمان بيضربوكي؟ لا بيشتموني. اخواته دول رجاله ولا ستات؟ لا رجاله. بيشتموكي ليه؟ بيشتموني وبيهنوني يعني بسبب مامته، مامته مش كويسه بتقعد تسلطهم عليا كتير. دي عملت مش عارفه ايه، دي بتضرب ولادها مش عارفه كده يعني. لو حتى انا مثلا مديت ايدي على ابني غلط او حاجه او ضرب، لا ممنوع. ممنوع اي من حاجه من دي تحصل. طب بس مش ممنوع جوزك يضربك لما يكسر عظمك؟ لا. مش ممنوع، ولو جيت اتكلمت او فتحت بقي او اتكلمت معاه تيجي يعني تيجي معاه عليا تقولي تستاهلي. انت عايزه رأي يا بنت الناس؟ يا ريت يا اسامه، انا بجد محتاره جدا مش عارفه اعمل ايه. الارزاق على الله. خليكي في بيتك، خليكي في بيت امك. ايوه. خليكي قاعده في بيت امك لحد ما يعرف قيمتك ويجي، ولو ما جاش يبقى لا عارف قيمتك ولا عارف قيمه النعمه اللي ربنا بعتها له هي اولاده، ولا عارف قيمه اي حاجه، وانسان مضلل والشيطان مضلله ومش عارف هو بيعمل ايه. لما يعرف قيمتك ويرجع لك يتعهد على كتاب الله انه لا يمد ايده ولا يشتم ولا يعمل اي حاجه، ويعاملك بما يرضي الله باحترام وبادب وباخلاق، والا المره الجايه ترفع عليه قضيه طلاق. بس لحد ما يحصل ده تقعدي في بيتك معززه مكرمه مهما طال الوقت، ولا تكلمي ولا تردي على تليفونات ولا اي حاجه. عايز يتكلم ليكي اخواتي يتكلموا معاه، انت ما تتكلميش. اللي ملوش كبير بيشتيله كبير. لو قد اخوك ينزل من اسكندريه علشان يتكلم معاه في قعده عرب في بيتكو وفيها خلانك وعمامك والكبار والناس والجيران، وتبقى جرصه عشان يتربى ويعرف انه راجل مش محترم، لازم يحصل كده. لان في ناس كده عامله زي الحجر الداير، والحجر الداير لابد على لطه، وجوزك ده محتاج يتلط.